أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول: أنا يا فضيلة الشيخ أحب أن أحمد الله تعالى بهذه الصيغة، فهل في ذلك شيء؟ نعم، ما ورد في القرآن طيب، تحمد الله على إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. هذا وصف لله وتمجيد لله وتنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا طيب. الدعوات القرآنية هذا طيب. نعم.